الحرب المتواصلة والصراع الدائر لعقود جعل البنية التحتية في فلسطين مهترئة للغاية. وضع زاد في تعقيد مهمة فريق كرة القدم الفلسطيني الذي يعاني كغيره من الفرق وربما أكثر صعوبات شتى. مع ذلك بدأ المدرب الفلسطيني مليئا بالثقة ومفتخرا بلاعبيه في مؤتمر صحفي سبق لقائه مع المنتخب الأردني في إطار كأس آسيا. واحنا على اللاعبين واحنا كطاقم ما نصعبوش الامور، يعني نلعبوا بكل اريحيه بكل قوه وبكل يعني الامكانيات اللي عندنا احنا كمنتخب فلسطين. في الملعب هناك الآلاف من المشجعين الفلسطينيين الذين قدموا لدعم الفريق من جميع أنحاء العالم، وقالوا إنه بغض النظر عن الفوز أو الخسارة فإنهم سيستمرون في دعم منتخبهم الوطني وإنهم فخورون به. أعلم أن بلدي يشهد حربا ويواجه صعوبات أخرى، وقد جئت إلى هنا لدعم بلدي ونأمل أن يتمكنوا من الفوز بالمباراة. على غرار المشجعين الذين قدموا إلى الملعب لدعم فريق بلادهم، يتابع 5.2 مليون لاجئ فلسطيني ممن غادروا وطنهم كل مباراة للفريق. في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حازت المباراة ونتيجتها المرتقبة باهتمام الجميع دون استثناء. والله أول شيء احنا بنحكي إن شاء الله، أول شيء بنرحب فيكم طبعا في مخيم البقعة، أهلا وسهلا فيكم. فبنقول إن شاء الله المنتخب الفلسطيني اليوم يعملها ويتأهل لدور الـ16. بالنسبة للفريق الفلسطيني تعتبر كرة القدم شرفا ورباطا يجمع جل الفلسطينيين، وقد قال قائد الفريق الوطني الفلسطيني عدي إبراهيم قبل المباراة إن الفريق يحمل أمل الشعب ويأمل في تحقيق نتائج مرضية. واحنا إن شاء الله نقدر نحسم اللعبة الجاية ونفوز ونتأهل، وإن شاء الله بنكون فرحنا، يعني إن الشعب الفلسطيني بيستحق إنه يفرح، وإن شاء الله نقدر إحنا نكون يعني مصدر الفرح لإله.